اكتر كلمه بتشدني في الاذان لما بسمع حي على الصلاه حي على الفلاح، قد ايه ربنا سبحانه وتعالى بيبقى يعني بيقول لنا اهم حاجه في الصلاه، اهم من الشغل، اهم من اللعب، اهم من اي حاجه، هو ده وقت الصلاه، هو ده الفلاح ليكم، هو ده الوقت اللي لازم تسيب اي حاجه في ايدك وتروح على الصلاه. صلاته خير من النوم، لان فعلا النوم هو تقريبا زي ما الناس بتقول النوم سلطان. ممكن البني ادم يعني ينام واكتر حاجه يبقى مكسل ان هو يعملها ان هو يقوم هيتوضى لسه وهيصلي، ففعلا الصلاه واللقاء ربنا اكيد احسن من النوم الف مره يعني. هو صلاته خير من النوم، في بقى حاجات كتير زي النوم يعني بتعطلني عن الصلاه، لا بحس ان انا مقصره جدا. اكتر جمله بتشدني في الاذان حي على الفلاح، بحس ان احنا دين عمل واجتهاد واتقان، احنا لازم نكون من الامم المتقدمه اللي بتقود مش بتتبع. الله اكبر هي اكتر كلمه بتشدني في الاذان، ولما بسمع الصلاه خير من النوم بحس ان هي حقيقه فعلا، الصلاه خير من النوم. اكتر كلمه بتشدني هي حي على الفلاح، لان بحس ان الصلاه معناها انه فلاح يعني فوز بالجنه، ولما بسمع الصلاه خير من النوم بحس ان الصلاه مش بس خير من النوم، خير من كل حاجه في الدنيا. اكتر كلمه بتشدني في الاذان حي على الصلاه، لان كان بحس ان ربنا بيقول لي سيبي الدنيا وتعالي لي، سيبي بقى كل حاجه انت بتعمليها قومي كده وتعالي. بصي الاذان اشهد ان لا اله الا الله، عشان الناس احيانا وسط الشغل ووسط الزحمه بيخلقوا آلهة تانية ليهم اهم من ربنا. شغل المدير بتاعي بيضغطني، عندي حاجه لازم تتعمل، عندي حاجه لازم تسلم، فبيبقى عندهم حاجات بيشركوا ربنا فيها، وده غلط. الصلاه خير من النوم، هو يعني ده الفجر بقى، لو يعني انت لازم تقومي، الصلاه خير من اي حاجه اصلا. بس لو حد بيسمعها وهو شويه ما بين النوم والصحيان بتفرق جدا معاه.